الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر بهتان. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أبا بكر الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا علي ابا سبتين ابدا اوصى به الله في جر ويعلان. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا سعيدا وسلم حسنا وايوبين امرا وابناء في النبذ الرحمن. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ركن الشريعه بر العلم منتخب والبيت لا يستهي الا باركان. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاهد مناقبهم في الناس كلهم ما بين علم وحكم وتبيان. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا يستطيع الرضا منهم محاربة فلو قوم بأبصار وشجعان. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهم صحابة خير الخلق خاصهم رب العباد في جنة ورضوان. أولئك صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمن أحبه قد نال منزلة عند الليل وجازه بإحسان. أولئك صل وسلم دائما
الأبدى على حبيبك خير الخلق كلهم عليهم سلام الله يجابه ما نهت الغرب في يراك يا سامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي يا سيدي مالي سواك ولا علي لا علي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا رسول الله بيدي مالي سواك فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سرير الندى غير معتمد لا يسل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فأنت هكذا يا الخلق أجمعين وأنت ولا يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يقوم مقام الحمد منفردا لله ذي الفرد لم يولد ولم يلد مولا يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من تفجر النار نبيك من اصبعي فاروق الجيش بالمدد هنا يسلم فسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله كل شفيع عن الرحمن من زلالي وامنن علي بمعنى قلبي زلالي حول يا سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انظر بعين الرضا دائما ابدا فاسر بطولك كذاك سيد مدى الرمد انظر بعين الرضا دائما ابدا فاسر بطولك كذاك سيد مدى الرمد انظر بعين الرضا دائما ابدا فاسر يا سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هتف علي بعظم منك يشملني فانني عندك يا مولاي لا مهدي مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني توسلت بالمختار أشهر بمن رد السماوات سير الوحيد الذي يا رسول الله إني توسلت بالمختار أشهر بمن رد السماوات سير الوحيد الذي
مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب الجمال تعالى الله خالقه فمن رب جميع الخلق لا مجد مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خير الخلائق على المرسلين درا وقر لنا بوهدهم الى الرشد مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم به تجاكل وامر لي هذا الذي يغني ومرزقني هنا يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا وضيع عليه أزكى صلاة لم يزل بدا مع السلام بلاسر بلا عدني لا يسل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واللالي والسبي أهل المجد قاطبة أهل السماء وأهل الجود والمدد مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيض الصلاة على خير الهدى جرى على الفرد منا باقي نجمائي أولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الصلاة على خير البريه من أتى إليه بوحي الله جبريل مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام عليكم الله إمام بعوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذي بجا إتو أمي يا سيدي يا رسول الله إني بيت إني بيت إني نشيد توليس دالم روضة مقام رسول صلى الله عليه وسلم حتى ديندينغ سمو إني وران كتة وران علماء بسا كتة إني مناجات مناجات جبرائيل عليه الصلاة والسلام إن شاء الله سكرام أبسني بجا صلوات كتاب بجا صلوات نبي يا نبي السلام عليكم إن شاء الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى
الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاغتبت منه البدور مثل عصر جمالنا فاطيا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يكثير وضعي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيفين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيفين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واعلموا أن فيكم رسول الله الله سبحانه وتعالى برسبد دلم القرآن نبي صلى الله عليه وسلم بركتا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر عليه وسلم رضي الله تعالى عنه عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم adalah dengan kita بسبب نور من رأى وجهك أسعد يا كريم الوالدين حولك سهل المبارك بردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا وذنوب المتقاضي أنت ستار المصابي ومقير الأسرار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
حسناتي يا ربي ادعني كافر عني ذنوبي وافري عن سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم سر وخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي رب ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي رب ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم terima kasih Ustaz baca doa amal mulia بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي النعمة ويكافي المزيدا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ثم المولد الشريف مولد المصطفى المجتبى الروف المنيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل الله وإياكم من يستوجب شفاعته ويتجي به من الله رحمته ورافته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالك الناجي القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واسهم لألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا مستمر لبطاعته وامتنا على سنته وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفي به الخلائق فترامها اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم فحافظ علينا ببركة لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وعليه أهل الصدق والوفا أن كلنا معينا ومصيفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وعليه الأطهار وأصحابه الأخيار والسادات الأبرار أن كفرنا الذنوب والأوزار وأسلام جميع المخائف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار
وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك انك انت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار الهي تام منا ما علينا ياهو يا الله وفقنا لشكرك ما بقينا ياهو يا الله أذكنا غرد أمرك والأوابي ياهو يا الله فهب كل مطلوب علينا ياهو يا الله فإنا لا نعود نبيك يا هو يا الله على أمرنا ولا ما قد لقينا يا رسول الله على عهد ولا صبر ولا يا هو يا الله إذا قد فكنت لا يا رسول الله وصل على رسولك كل ليل يا الله محمد النبي ذاك الأمين يا رسول الله وارن ثم أسلم يا الله وقم يا رسول الله يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين حمد المصطفى بسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سلم عليهم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.